الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده المتعال الكبير، شهادة تنجي قائلها من عذاب جهنم وسوء المصير، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله المنعوت بالسراج المنير، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. قل للذي ألف الذنوب وأجرما وغدا على زلاته متندما، لا تيأسا واطلب كريما دائما، يولي الجميل تفضلا وتكرما، يا معشر العاصين جود واسع عند الإله لمن يتوب ويندما، يا أيها العبد المسيء إلى متى تفني زمانك في عسى ولربما، بادر إلى مولاك يا من عمره قد ضاع في عصيانه وتصرما، واسأله توفيقا وعفوا ثم قل يا رب بصرني وزل عني العمى. إخوتي مشاهدي قناة مدني، أهلا وسهلا ومرحبا بكم على قناة مدني، وما زلنا في برنامجنا حلاوة التعلق بالله سبحانه وتعالى ولذته. وقد تحدثنا في حلقتنا الماضية عن عفو الله سبحانه وتعالى، وذكرنا بعض مظاهر عفوه وكيف نستحق عفوه سبحانه وتعالى. أما حديثنا في هذا اليوم الطيب فهو عن عبادة عظيمة وطاعة جميلة وسهلة ويسيرة يطيقها كل واحد منا، ويمكننا أن نؤديها في كل حين وليل أو نهار، وهي عبادة واظب عليها النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وداوم على فعلها. أتعرفون لماذا واظب عليها؟ لأنه كان يستشعر لذة الاستغفار ومناجة الغفار سبحانه وتعالى، فكان يتلذذ بها كل يوم أكثر من 70 مرة، كما ورد عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. لذا سنتوقف اليوم مع هذه العبادة، يعني الاستغفار، ونتحدث في هذه الدقائق عن عظيم فضل المغفرة، فكونوا معنا أيها الأحبة الكرام على قناة مدني. أيها الأعزاء، هيا لنعرض الداء ونتعرض للدواء، كما ورد في الحديث: ألا أدلكم على دائكم ودوائكم، فهل تعرفون ما هو داؤنا وما هو دواؤنا؟ ألا إن داءكم الذنوب ودواؤكم الاستغفار. فالاستغفار أيها الأحبة الكرام عبادة عظيمة، وهو دواء الذنوب والمعاصي. نعم، هو دواء نافع وعلاج ناجح يزيل الهم ويكشف الغم، وهو ذكر لله سبحانه وتعالى واعتراف العبد بالتقصير ودعاؤه بالمغفرة. أيها المشاهدون الأعزاء، إن الله سبحانه وتعالى خلقنا لعبادته، كما ثبت ذلك في القرآن الكريم والأحاديث، وتحدثنا عن هذا في حلقتنا الرابعة من هذا البرنامج، يمكنك مراجعتها. وسلط علينا العدو من النفس والشيطان والأهواء وغيرها إلا الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، فهم معصومون، وهذه الأعداء تشغلنا عن عبادته سبحانه وتعالى، وتغوينا لنرتكب المعاصي والذنوب لنرضي نفوسنا. فلماذا سلط هذا علينا؟ لا شك ليختبرنا أينا أحسن عملا. أيها الأخوة الأفاضل، إن المعاصي والذنوب صغيرة وحقيرة أمام عظمة مغفرة الخالق، حتى ولو وصلت ذنوب العبد عنان السماء فلا ينبغي أن يخاف من كثرتها، بل يتوب إلى ربه ويستغفره ولا ييأس، فهو يغفر ولا يبالي بذنوب عباد إن تابوا، كما ورد عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول: قال الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. الله أكبر. أيها الأخ الكريم، هل استشعرت هذه اللذة؟ لذة مغفرة الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يدعونا إلى التوبة والإنابة إليه ليغفر لنا. فأمر حبيبه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أن يأمرنا بذلك،
كما قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وهنا إخوتي المشاهدين أريد أن أسألكم سؤالا: لو أخطأت في حق إنسان ثم جئت إليه معتذرا لتطلب منه العفو والمغفرة فكيف يكون حاله؟ نعم، قد ينظر إليك نظر المغضب الشديد، لكنه يقول لك: لقد فعلت معي كذا وكذا وكذا، وما دمت تعتذر فقد عفوت عنك، ثم يصالحك، وهذا بين عبد وعبد. فكيف والأمر بين عبد ورب يدعو عبده ليتوب فيقبله ويغفر له؟ الله أكبر. أخي الحبيب، أريدك أن تستشعر هذه اللذة وتعيش أحوال المغفرة من ربك الذي خلقك فسواك فعدلك، وتأمل أنه حين أذنبت واخطأت في حقه تعالى ثم تبت إليه، فهو لا ينظر إليك نظرة المغضب الشديد، بل ينظر إليك نظر المحب إلى الحبيب، أو كنظر الأم إلى ولدها، بل أشد رحمة ومغفرة من ذلك. فانظر وتلذذ وتنعم بحالك مع ربك حين تبت إليه، كيف يكون حاله الذي يليق بعزته وجلاله سبحانه وتعالى، كما أخبرنا حبيبنا الكريم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: الذي ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، حيث قال: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها، قد أيس من راحلته فبينا هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. أيها المشاهدون الأعزاء، إن كانت التوبة إلى الله سبحانه وتعالى من أحب العبادات إليه، فهو يحب التوابين الأوابين والمستغفرين بالأسحار، فما بالنا نتأخر عن ذلك أيها المستمع الكريم؟ وإلى متى وأنت تبتعد عنه سبحانه وتعالى؟ ومتى ستأتي تائبا لتقرع باب عفوه ومغفرته سبحانه وتعالى؟ أيها الأحبة الكرام، لا يخلو أحد من العباد عن الخطايا والذنوب إلا الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وكل بني آدم خطاء، لأن من طبيعة البشر الخطأ والتقصير، وهو ضعيف أمام الشهوات يميل إلى الخطايا والمنكرات، ولكن خير الخطائين التوابون. فالمؤمن الصادق إذا أذنب ذنبا رجع وتاب، لأن من علامات المؤمن التقي أن ينظر إلى ذنبه مهما صغر ويندم عليه ويسعى لمحوه والتوبة منه، كما قال سبحانه وتعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فتعال معي أيها الأخ الكريم ومشاهدي العزيز لنستغفر ربنا ونتوب ونلتجئ إلى رب عفو غفور. تعال معي لنتذوق حلاوة مغفرته وحلاوة لقاء ربنا الرحيم قابل التوب وغافر الذنب، بعدما تجرعنا مرارات العصيان وارتكبنا قبائح الذنوب. تعال معي لنفتح باب الأمل والرجاء، فسبحان من فتح باب التوبة لكل من تاب إليه وأناب، سبحان من دعا جميع عباده حتى يتخلصوا من الخطايا والمعاصي في الدنيا ليرضى عنهم ويدخلهم في جنات النعيم. فقد دعا الله سبحانه وتعالى المؤمنين إلى التوبة ليفلحوا، فقال: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ودعا المسرفين، أي كل من أسرف على نفسه بالذنوب والمعاصي إليها، ليغفر لهم، فقال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وتأمل في النداء، قال: يا عبادي، نداء تلطف وتودد وتحبب، ومع إسرافنا على أنفسنا وعصياننا أضافنا إليه إضافة تشريف، وقال: يا عبادي، ثم قال: الذين أسرفوا، ليدلك على أن العبد مهما كثرت ذنوبه فالله يغفرها، وأكد ذلك في قوله: لا تقنطوا،
فهو يغفر الذنوب جميعا حتى دعا المنافقين إليها ليضمهم بالمؤمنين، حيث قال: إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. حتى دعا اليهود والنصارى الذين قالوا إن الله فقير، والذين قالوا يد الله مغلولة، والذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وغير ذلك. فتأملوا أيها الأحبة الكرام الذين تكبروا وعاندوه سبحانه وتعالى وقالوا في ذاته المقدسة التي لا يليق، حتى جعلوا له شريكا دعاهم لواسع وعميم غفرانه لهم وناداهم إلى التوبة، فقال: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. أيها الأحبة الكرام ومشاهدي قناة مدني، إذا كان الله يعفو لهؤلاء فكيف عفوه لنا ونحن أمة حبيبه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم؟ كيف لا يعفو عنا؟ الحقيقة أنه يدعونا إلى ذلك كل يوم، كما ورد في الحديث الشريف عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: ينزل الله عز وجل في كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ حتى يطلع الفجر. فالله سبحانه وتعالى واسع العفو والمغفرة، يدعونا يوميا ليغفر لمن استغفر وتاب إليه. لذلك كونوا على يقين تام بمغفرته سبحانه وتعالى وتوبوا إليه وتلذذوا بمناجاته ومغفرته. أيها الأحبة الكرام، ولقد كان هناك أمة من الأمم السابقة تمردت على الكفر والعناد، وحين دار عليهم العذاب كقطر الليل المظلم وأيقنوا بنزول عذاب الله سبحانه وتعالى في الدنيا، التجأوا إلى الله بصدق فتابوا وأنابوا إلى الله سبحانه وتعالى ورجعوا بصدق ولبسوا ثياب الذل والخضوع لله سبحانه وتعالى وتضرعوا إليه بالبكاء وخرجوا إلى الصحاري في مشهد عظيم، فغفر الله سبحانه وتعالى لهم وكشف عنهم العذاب وأثنى عليهم بين الأمم السابقة، وذلك كله بسبب الاستغفار والتوبة والإنابة إلى ربهم سبحانه وتعالى، حيث قال: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. فالاستغفار أيها الأحبة الكرام هو دعوة الأنبياء والمرسلين لأممهم، فقد دعا سيدنا نوح عليه السلام أمته فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، وكذلك دعا سيدنا شعيب عليه السلام أمته واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود، ودعا صالح عليه السلام أمته فاستغفروا ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. أحبتي مشاهدي قناة مدني، يجب على المسلم أن يتعرف على الأسباب التي تكفر الذنوب وينال بها المغفرة والرحمة من الله الكريم، وهنا أود أن أبين لكم بعض أسباب مغفرة الله سبحانه وتعالى. السبب الأول لمغفرة الله سبحانه وتعالى الإيمان والعمل الصالح، لأن الإسلام يجب ما قبله، كما أخبرنا الله سبحانه وتعالى في سورة العنكبوت: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. السبب الثاني الصبر والعمل الصالح، كما قال تعالى: إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. السبب الثالث اتباع النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، حيث قال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. السبب الرابع لنيل المغفرة منه سبحانه وتعالى الذكر والاستغفار، حيث قال: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. أيها الإخوة المشاهدون، بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم المبارك، وقد استفدنا معكم وتعرفنا على أهمية التوبة ومغفرة الله سبحانه وتعالى
والسعي لحصولها. فنشكر متابعتكم أيها الأحبة الكرام، وفي الحلقة القادمة سنلتقي ونتحدث معكم بإذن الله عن رحمة الله سبحانه وتعالى وسعتها، فكونوا معنا على قناة مدني. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ما مضى ويبارك لنا فيما بقي، وأن يجعل أيامنا خيرا وبركة وسعادة، وأن يلهمنا التوبة والاستغفار. اللهم آمين يا رب العالمين. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله تعالى عليه وسلم.